رابعا أدلة شيخ تيمية كثيرة في إثبات وتثبيت رؤيا النوم للرب، وقد فتح بها جميع الأبواب الشركية الوثنية الإلحادية. ومما ذكره من أدلة الأول، من الأدلة الأول قال: وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم. الثاني: العاقل لا ينكر ذلك، أي لا ينكر رؤية الرب. الثالث: وجود هذا، أي رؤية الرب، وجود هذا مما لا يمكن دفعه إذ الرؤية تقع للإنسان بغير اختياره. الرابع قال: هذه مسألة، أي رؤية الرب، هذه مسألة معروفة وقد ذكرها العلماء من أصحابنا وغيرهم في أصول الدين. الخامس: النقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام. السادس يقول: اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن رؤيا المنام للرب هي رؤيا صحيحة. السابع: اتفق عليه عامة عقلاء بني آدم. الثامن: ليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى. ولا زال الكلام في المقطع السادس. خامسا: وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله. أقول له: فمن غير المعتزلة حكى ذلك؟ ولماذا قال الطائفة؟ فهل يقصد الذين ينكرون مطلق الرؤيا أو ينكرون مطلق الرؤى حتى التي في الآخرة وفي المنام؟ وقد ثبت عندكم أن ابن تيمية يقول برؤيا المنام وبرؤيا اليقظة بالفؤاد القلب، وكذلك رؤيا اليقظة بالعين، وإن حاول عدم التصريح بها، لكن وكما بينا تحت عنوان أبلغ ما يقال في رؤيا العين دافع عن رؤيا العين بكل ما عنده، ونحن كل الحالات عالجناها، كل ما قاله أبطلناه، وحتى مع النوم ورؤيا النوم أثبتنا أنه من أشد وأكبر الملحدين والمشركين والخارجين عن الدين والزنادقة، أثبتنا هذا بالعلم بالدليل باليقين.